السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة يونس لايف فلوك. اللي هو في هذا الفيديو حول الهجرة العائلية، يعني كتكون الزوجة ديالك، الأولاد ديالك، يعني وخاصة بغيت نمشي لهاد النقطة هادي، لأن خفت الناس يمشيو يطيحوا فيها، وقلت نحبدا ندير لهم هذا التوضيح هذا. وعلى بالنسبة كيفاش كتكون هنايا الاجراءات هنايا، لانه ملي كتجيب اخويا الولد ديالك ولا الاولاد ديالك، راه ما كيبقاوش اولادك هنايا بالنسبه لهذا المعنى هذا، يعني كتسمى في التربيه الى مشى الى سميتو مثلا ضربته، شاف واحد من الجيران بلي غادي توقع في مشاكل، يعني غادي يغوتك البوليس، غادي يجوا المسائل، غادي تكبر وغادي يعطيوك انذار الجوج الثاني الثالث الى مشي نوقع يا مشكل الثالث، راه كي الدري ما باقيش تشوفو يعني، ولا الابن ديالك يعني ما باقيش تشوفهم. هذه بالنسبه لان الناس مساكن جاوا لهنايا، دوك الناس مساكن اللي وقع لهم المشاكل في بلاداتهم، الله يحط الباس علينا وعليكم وعلى موت سيدنا محمد، والله يهز سميتو، يعني ملي جابوا الابناء وخاصه هما ما كيخسروش على الدوسي ديالهم ولو سانس واحد، يعني جميع المصاريف مكلفه لدى هنا الدوله، وبالنسبه لهيومن رايت وسيرتو ما كيجيبوش غير من سميتو، كيعجلوا بين قوسين باش كيجيبوا دوك الناس اللي بغاو هما، ودوك الاطفال ملي كيجيبوهم لهنايا يعني هما كيتحملوا المسؤوليه ديالهم. واحد قال لي ودي انا ما بغيتش وكذا وهادي وهادي، قلت انت مالك، يعني انت راك انت جد خصك تكون بصوت لما هما كيعتنيو بالابن ديالي، لان كيقولوا له جيبو، الا ما قادرش تجيبو انت حنا نصيفطو اللي يجيبو، يعني للروض الترفيه الرحلات، يعني كيوفروا لهم جميع الامكانيات ديال الراحه باش الابن كيعيش ديك الطفوله ديالو، لحظات ما كي يعني هما كلشي كيقراو سيكولوجي، يعني باش كيكون الانسان ديما في التوازن ديالو الفكري مريقل، ما عندوش شي عقده نفسيه ولا هادي ولا هادي، كيحاولوا باش يكون دري نورمال، باش لما يوصل 18 عام كيدير داكشي اللي بغاه، هو حر ديك الساعه. ولكن بالنسبه ملي كيكون قاصر، يعني مثلا ما وصلش ديك 18، كيكون هو ابن الدوله. بالنسبه لينا حنا واخا جزائريين وناس من مختلف العالم، لان حنا حيت كيكون عندنا انسان قاصر بالنسبه للناس اللي ما قاريينش القانون بين قوسين، لان القاصر كيتسمى ابن وكيل الملك، لان ما كيبقاش با الا مشى وقع له شي مشكل ولا شي، كيولي الوكيل الملك هو اللي مسؤول عليه، كيتسمى هذاك ابن الوكيل الملك. ولكن هنا كيتسمى ابن الدوله، يعني تقدر تحيدو لك، عندنا حنا تما ما يقدرش يحيد لك الابن ديالك ولا اش كتسمى، الا شي واحد تعدى عليه ولا ولا ولا، ولكن شي حاجه اللي يعني بين قوسين ما نقدرش انا ندخل في هاد الحيتيات هادي، لان انا بغيت نضرب كتوضيح بالنسبه للناس اللي كيجيو لهنايا. يعني اخويا كيعطيوك الانذار الاول الثاني الثالث، كياخذوا لك الدري، يعني ما باقيش تعاود تعرفوا فين مشى، يعني الناس هنايا كنعرفهم ماشي من يعني ماشي من ديالنا هنا، ما كينتموش من الجاليه، ولكن عايشين هنايا وخداو الدري، يعني كانت كتعطي على سميتو المسائل و تولي الدري بان عدم الاهمال، بان عدم الاعتناء، انا ما كتهلاش في الابن ديالها. بالنسبه لهذه كتوضح ان بالنسبه لك اخويا، يعني حاول ملي تجي لهنايا ديما كون عارف شنو كدير، وتعامل مع الاولاد ديالك ماشي بديك الطريقه العنيفه ولا بشي حاجه، ولا بالنسبه للزوجه ديالك، بالنسبه لاي حاجه، يعني راه الا مشيتي نشكات بيك الزوجه ديالك ولا شي حاجه، يعني القوانين كتختلف هنايا بالبت، يعني راه ما كتلقاش شي حاجه اللي تقدر تقارنها مع الدوله الام ديالك، راه ما كايناش. مع هذا الا تجمع واحد مثلا واحد 10 الناس ولا 15 واحد وكينتميو من نفس يعني جاليه مسلمه، تقدر توازي، واخا ما انك ماشي من ديك الدوله ديالهم، مثلا كتلاقى مع باكستاني ولا كتلاقى مع هندي ولا كتلاقى مع سوري ولا كتلاقى مع مغربي ولا كتلاقى المهم كيكون مسلم، كتلاقى مع داك التعايش، داك لومبيونس. ولكن بالنسبه الى ما كانش سميتو بيت، يعني مثلا بحال هكا نهضروا في واحد الثقافه، يعني مثلا ما خصكش تسلم بلوجه هنايا، يعني الا مشيتي سلمتي بلوجه
يعني خصك تقول الابن ديالك ما خصوش يسلم بلوجه بالدراري هنا، يعني الا مشى يسلم بلوجه كيتسمى يعني مقل للحياه، يعني بدي الطريقه الاخرى الناس ماشي راه، يعني باش ما ندخلش في واحد التفاصيل كيتسمى ماشي نورمال، يعني هذه من العادات والتقاليد يعني خصك تعلمها للابناء ديالك. وسيرتو هنايا راه يقدر يبلغ عليك الجار ديالك كما قلنا، وحاول ديما التفاهم التفاهم، وهما كيوجههم هو كيولي كيعرف الطريق ديالو فين غادي يمشي بالنسبه ملي كيكون يقرا، يعني هو بوحدو كتجيه سميتو كيوجهه كيعطيوه توجيه، كيلقى الالعاب كيلقى في جميع المراحل فاش ما مشى بان كيلقى جميع المراحل. ولهذا نصيحه اخوتي يعني رد البال رد البال اخويا من هاد المسائل، اختي من هاد المسائل. ونتمنى يكون عجبكم الفيديو، وما تنساوش تضغط سبسكرايب وتضغط على زر الجرس باش تكون كل جديد ان شاء الله. وبالسلامه عليكم، بيس ليكم.